فريد زيوش اتوديون مسار دو انفورماتيك في جامعة عنابة باجي مختار عنابة مؤسس موقع عربي جيت اللي هو موقع تاع يدير كونتوني عربي بور ابروندر جيت كاتب تقني في المجلة التقنية ايديسكو.com مؤسس موقع ديزاين ليبس اي او مؤخرا بعد نشوفه ان شاء الله قبل ما نروحوا نحكي كيفاش نقدروا كونتريبيو ايفيكاسمون في الاوبن سورس راح نحكي بالدارجه باش تقدروا تفهموني كل بالخلطه بالفرنسي هو لازم نعرفوا صح لامبورتونس تاع الاوبن سورس وعلاه نديروا الاوبن سورس وليتا تاع الاوبن سورس في الجزائر وعلاه الاوبن سورس امبورتون في الجزائر من احد اسباب اللي هو الكود تاع طه زروقي اللي عجبني هو كان الأمر في البداية صعب التقبل أن تصمم شيئاً ثم تمنحه للآخرين ممكن تمنحه للآخرين مجاناً يعني gratuitly لكن كنا نرى بالمقابل كثير من المشاريع تنفذ في المعهد ومن ثم تقبر وتموت عندنا مشكل في اليونيفرسيتي تاعنا في الطلاب تلقى الطلاب عندهم وقت لا بأس بهم يعني في راحة تلقى لي بروف كيف لاباس بهم يديروا دو لا ريشيرش لي ستيديون لي سوتني ويديروا لي بروجي دو فان ديتود دو ليسونس ولا دو ماستر مي مالوريزمون ما كاين حد شي يخرج لبرا ما كاين حد شي يبان واش قاعدين نديروا وتروح هذه لي ميموار ولا لي بروجي كل تروح تتغبر في الدرج بدون ما يخرج منها حد شي يعني ما عندناش ثقافه لو بارتاج ما عندناش ثقافه ان نرجعوا نرجعوا الفيدباك ما كانش نخافوا ننشروا الحاجه هذيك وكذاك ما نضويهش ما نعطلوش يروح يبني على الخدمات ديالي ولا نجم فهمت الاوبن سورس اون نيفو بيرسونيل امبورطون ليك خاطر راح ترفع من مستواك راح تطلع من لو نيفو تاعك في المشاريع المفتوحه في مصر راح تخش عند تقدر تقرا لو كود تقدر تموديفيه تقدر تديستريبيه des fois تقرا لو كود سي بلو امبورطون كو تقرا توت ان ليفر خاطر راح تتعلم من لو كود كيفاش تكتب ولي كومونتير تاعو اكثر من ما تتعلم من الليفر ثاني تتعلم كيفاش تخدم اون جروب اللي عندنا ديما عندنا شي ياسر وراح نشوفو وعلى ما عندنا شي ياسر وعلى ما نقدرش نخدم اون جروب كيفاش نقدروا نخدموا اون جروب كيفاش قاعدين نخدموا اون جروب بطريقه خاطئه ثاني تتعلم اداره الشفره البرمجيه بكفاءه عندنا لو كود سورس احنا نعرفوا الكود سورس هبطوا بدا امشي وبدا اخدم ديريكت ما نقدروا نفزوا البروجي تاعنا هذاك من بعد ما نلقاوش كيفاش نديروا قادر غدوه نسكني حاب نزيد حاجه بصح ما نخاف نفز البروجي تاعي نولي سواء نريسكي سواء نحبس التنبر بلا ما نجوتي لا فالور هذه كاستاذ جامعي قد يهمك نشر بعض ما تقوم به لتعزيز ابحاث دروك عندنا كون نشوفوا ستانفورد ام اي تي الكل عندهم امبورتاي اوبن سورس برسك توت لي زونيفرسيتي عندهم امبورتاي اوبن سورس بار كونتر لي زونيفرسيتي الجزائريه ما كاين حد شي قاعد يخرج ما كاين حد شي يبان برا فهمت وهذا يعني متصف كشخص كيكون قد يكون جيت هاب هو سي في خاص بك قد يكون هو ملف الشخص ملفك الشخصي خاص بك مستقبلا يعني دوك كي نشوفوا لي سي في والناس اللي قاعده تتقدم باش تطلب خدمه انا نعرف ماي اس كي ال ونعرف ماريا دي بي ونعرف اوراكل ونعرف اس كي ال سيرفر يعرفهم الكل ويعرف بي اتش بي وبيثون وسي بلس بلس ويعرف وانا لا نعت لي واش تعرف الجيت هاب تاعي كما يقول كما قال لي ستوك از شيب شو مي ذا كود نعت لي واش تعرف الجيت هاب تاعك يعني قادر ان بروجي واحد في الجيت هاب تاعك هو اللي يهضر عليه هو اللي يدير لك لا بروموسيون ليك انت وحده لو كود تاعك طريقه الكتابه لو كود تاعك طريقه تاع كيفاش قاعد تماناجي البروجي هذا كيفاش قدرتي تخدم اون جروب هذيك وحدها تهدر عليك في عوض السي في تاعك ثاني من احد اسباب انه علاه لازم نديروا الاوبن سورس انه الجزائر بحاجه الى مشاريع مفتوحه في مصر تحل مشاكلها اليوميه كرهنا من لي بواط اللي يعتمدوا على جمله ووردبريس عندنا دي لازم نديرو دي لوجيسيال دو جيستيون دو ستوك لازم نديرو ما على باليش بصح لي بروبليم كاين دي بروبليم ريال في حياتنا اليوميه في الجزائر ماناش
ماش قاعدين نكريوهم في دي سورس انفورماتيك سواء اوبن سورس ولا كلوز سورس من البليز امبورتونس اوبن سورس. ما عندناش حوايج اوبن سورس لي ادوبتي لينا حنا كجزائريين. في لابوست تلقاهم مازالوا درك يخدموا ويندوز اكس بي كل مره يحبس يصراو دي فاي في السبيطارات مشنا انفورماتيزي في البلدية مشنا انفورماتيزي. دونك كاين حوايج ياسر ما قدرناش ني نادابتو لوبن سورس باش نحلو المشاكل هذه ني نكريو دي سوليسيون اوبن سورس لينا حنا. عندنا دي بواط ياسر ولا ميم حنا يعتمدوا على جملة يعتمدوا على وورد بريس. حنا كل يوم نستخدموا فايرفوكس كل يوم نستخدموا بيتون بي اتش بي نستخدموا دي سوليسيون اوبن سورس ياسر. مي لازم كيما يقولوا حان الوقت باش نرجعوا ما نبقاوش مجرد مستهلكين. مي تاني لازم نكونوا مساهمين ولازم نكونوا منتجين. بعد المساهمة تجي الإنتاجية. دونك كيفاش نقدروا نكونتريبيو في الأوبن سورس إفيكاسمون؟ دونك كي نقولوا الأوبن سورس يعطي أن سونس تاع ليبرتي. بون تقدر عندك لو كود تقدر تكوبيه تقدر تقراه تقدر ديستريبيه كيما تحب. يعطي أن سونس وين الأوبن سورس هي حاجة روح دير واش تحب تروح دير واش تحب في الكود سورس. بصح باش تكونتريبيه في الكود سورس كاين سياسة كاين نظام كاين مجموعة كاين كوميونيتي قايمة على الأوبن سورس. هذيك الكوميونيتي قادرة تكون حاطة قواعد. هذيك القواعد لازم تتبعها باش تقدر تكونتريبي في الكود تاعهم ولا في البروجي تاعهم إفيكاسمون. دونك حاولت نجمع بعض القواعد اللي نشوفها هامة باش تخلينا احنا كجزائريين نكونتريبيو في الاوبن سورس بإفيكاسمون. وهذه القواعد اللي لميتها حسب المشاهدات تاعي يعني حسب ما شفت في لي بروجي اوبن سورس سواء الجيريان ولا اندروب. القاعدة الأولى اوبن سورس is thankless job we do it anyway. يعني إذا كان حاب تكونتريبيو في الاوبن سورس ما تنتظرش حتى شكر. الاوبن سورس ما بقاش مزيان نروح ندير الاوبن سورس. لا واجب عليا نروح ندير الاوبن سورس خاطر راح يرجع ليا بالنفع اولا. القاعدة الثانية قبل ما نروح نكونتريبيو في اي بروجي اوبن سورس هو لازم نقراو بصح ليسونس تاعو. احنا عندنا عادة باش نملاحها وهذه العادة توارثناها من لي سوفت وير كلاوز من لي مايكروسوفت ومن نيكس. نروح نجينا نسالي اللوجيسيال نشوف هذيك لا ليسونس ما كلاه نقرا دير نيكس ديريكت. دونك خاطر هاي طويله ياسر وما عنديش وقت تو لونغ ديدنت ريد دير نيكس. دونك وهذه مع الوقت خلاتنا نتوارثوا العاده هذه مع لي بروجي اوبن سورس. بار كونتر لي بروجي اوبن سورس قادر تكون لا ليسونس قد هكاك تقراها راك عندك الحق في هذه وهذه هذه ما عندكش حق في هذه. حاجه امبورطونت قبل ما نروحوا نديروا في بروجي اوبن سورس نقراو لا ليسونس خاطر كاين ان بروجي اللي يقول لك تقدر تكوبي الكود تقدر تستريبيه تقدر دير كلش بصح لازم تكون فيه قادر الحاجه هذه ما تساعدكش. دونك بيتاتر ما ديماري توت ان بروجي واحد اخر على غير عجل ما تروحش كونتريبي في هذا غير عجل لا ليسونس. ثاني انا كتبت لازم تعطي اعتبار للروح الحره ومفتوحة المصدر حره ومفتوحة المصدر من المصطلحات التي اذا اجتمعت تفرقت واذا تفرقت اجتمع. يعني كاين دي ليسونس حره ليبر فرق بين لي ليسونس ليبر ولي ليسونس اوبن سورس. لي ليسونس ليبر يقول لك عندك تكوبي دير وكلش بصح حتى لو كود تكونتريبي لازم يكون حتى هو اوبن سورس. ما تقدرش تقفل لا سوليسيون كامل ما تقدرش تقفل البروجي. دونك سي فيرال دونك لازم يبقى اوبن حتى لي بروجي اللي يعتمدوا عليه يبقى اوبن كيما لو نوايو لينكس كيما لا ليسونس كبيره. وكاين دي ليسونس بري بيرميسيف كيما بي اس دي ولا ام اي هذول اللي يقول تقدر تقفل كور تقدر تدير وتقدر دير لي سوليسيون واحد دير يعني نشاط تجاري منه تربح منه عادي. سيرتو كاين دو فيشي تري امبورطون في اي بروجي اوبن سورس تلقاهم هو فيشي ريدمي كونتريبيوتي
تقريبا في اي بروجي خاصه على جيت هاب تلقى ان فيشي ريدمي. الفيشي ريدمي هذا تلقى فيه وش هو البروجي هذا وتلقى فيه كيفاش تقدر تكونتريبي. انا نحبوا الحوايج هذو ما نحبوش الحوايج هذو. ماذا بينا تكتب لو كود بالطريقه هذه، ماذا بينا تبعث لنا دي كونتريبيسيون ولا دي بول ريكويست بالطريقه هذه، ما نحبوش طريقه اخرى. تلقى مجموعه تاع قواعد يحطوها لا كوميونيتي اللي قايمه على المشروع، قواعد مهمه جدا. قبل ما تروح تكونتريبي في اي بروجي اوبن سورس لازم تقرا لي دو فيشي. ساعات كونتريبيوتينغ يحطوه في الفيشي اللي تلقاه من تحت ولا في النص. ساعات كيخرجوا يعطيو اهميه كبيره للكونتريبيسيون بحيث يخرجوا لا دوكيومونتاسيون تاع الكونتريبيوتينغ ولا هاو تو كونتريبيوت، يخرجوها في ان فيشي وحده اسمه كونتريبيوتينغ. ولا دي فوا يسميو هاو تو كونتريبيو. القاعدة الرابعة، احنا كجزائريين عادة ما نكونتريبيوش ياسر في الاوبن سورس، خاطر عندنا كاين الناس ياسر عندهم هاجس. هاجس يقولك انا ما نعرفش، انا ما نقدرش، وخاصة نقول لك بلي با، ولا يحط في باله بلي باش يكونتريبيو في الاوبن سورس لازم يكون بروغرامير ولا ان تري بون بروغرامير. هو لا، باش يكونتريبيو في الاوبن سورس ما يحتاجش تكون غير بروغرامير، لا. كاين لا لوكاليزاسيون، كاين دي بروجي ياسر اوبن سورس ما محتاجين ترجمه للغه العربيه، من اللونجلي العربيه ولا من الفرنسي العربيه. هذه تسمى تري بون كونتريبيسيون في الاوبن سورس. كاين اللي يحتاجوا تبليغ العلل، يعني تريبورتي لهم ان بوغ جوست يوتيليزي، جاتك ان بوغ تروح تريبورتيه. وحنا ما عندناش طاقه في هذه، عندنا نحكموا لوجيسيال كراش لي فايرفوكس باغ اكزومبل ولا حاجه، معليش بدي ماريه برك وشوف كيفاش ما بقيتش تيليزي، ولا ما بقيتش تيليزي، شوف انا الترناتيف، ولا شوف كيفاش تحايل عليه باش ما تبقاش تعاود هذيك الباب. بار كونتر نروح انا هذيك الباب نريبورتاها ديجا، راح لو في كيفاش نكتب ان بوغ ريبورت سي حاجه، عندها حاجه فن كيفاش نقدر نبلغ على الهيد هذيك ونعطي لي ديتاي وعلاه صرات وش هو لونفيرونمون اللي خلاها تصرا وشو الحوايج اللي خلات البوك هذه تصرا. كمان لا سوليسيون. اه بوتيتر تعطي عندك اون ايدي على لا سوليسيون، هذه حتخلي البروجي هذاك يطلع، تخلي تعاون البروجي هذاك بوتيتر خير من حتى الكتابه تاع الكود. ثاني التبرع، عندنا دي بروجي اوبن سورس ولا عندنا دي زونتربريز كيما اللي كان يحكي تاع اوبن او ال بي، يستفاد ياسر من او ار بي بحيث وصف به انه يتبرع للشركه الام القائمه على اوبن او ار بي ولا الكوميونيتي اللي قائمه على البروجي اوبن سورس هذاك، غير باش يعاون غير باش يشجعهم. وهذه ما عندناش ثاني بوم، عندنا مشكل في اللي بايمون الكترونيك، مي ثاني حاجه ملاحه انه نتولهوا ونشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوا هذايا المشروع بطريقه سواء معنويه ولا ماديه. ثاني من الطرق المعنويه هي التعريف بالمشروع، يعني او بون بروجي او اوبن سورس تقدر تعتمد عليه ولا تبني عليه. هذه الحوايج كل قدرة تكون اهم بكثير من كتاب الكود في حد ذاته. القاعدة الرابعة، كن معبر عن العلة عند التبليغ عليها، كن ملاحظا وتأكد من عدم وجودها مسبقا. هنا كاين يروح يريبورتي يلقى بروجي في جيت هاب، يروح ديريكت شاف ان بوك، لازم نروح ريبورتي، يروح ديريكت يكتب البوك الوغ كو لو كود البوك هذاك قادر يكون اكزيستي ديجا. ثاني لازم يكون ملاحظ، اسكو هذا سي فريمون ان بوك ولا مش هو ان بوك، اسكو بتاتر انا غالط ولا حاجه. كيما درك على باش كان لاحظت ولا لا كاين بوك. القاعده الرابعه فوالا كما كان، هذا مثال على الملاحظه. كاين باب اللي هو ذي القاعده الرابعه، عاودها زوج مرات. القاعده الرابعه. دونك لي باب كون يكملوا، القاعده الرابعه حنكمل عليها القاعده الخامسه السادسه. دونك لي باب قادر يكون عندهم ضرر يمشي كما راح نشوفوا دونك، بس حكيت تبلغ عليه راح يعاون المشروع هذاك ياسر وراح يريقلي حوايج ياسر. دونك راح نكمل في الباب. القاعده الخامسه واللي هي حاجه مهمه جدا في اي مشروع اوبن سورس خاصه نحن كجزائريين، هي طول النفس.
لازم تكون لازم تكون تكون عندك باس كونس مش تشوف ان بروجي اوبن سورس عجبني عجبني تويتر بوتستراب ولا عجبني ما على باليش في في جيت هاب استنى استنى نروح نكونتريبي ما على باليش واش تحكي لك هذيك تكون اكسيتي من المره الاولى بعد تعدي ايامات سي بون فشلت ولا مام انت تبدا ان بروجي اوبن سورس تكون اكسيتي المره الاولى بعدك تعدي شهر شهرين حبس سي بون ما كان ما نقدرش نكمل ولا فكني منه ولا ما عنديش وقت ولا لا الاوبن سورس مش حاجه مستعجله ولا حاجه عندك عندك ديدلاين ولا حاجه افضل المساهمات في الاوبن سورس هي ادومها يعني وان قلت يعني ولو على فترات متقطعه ياسر المهم انك تكمل في لا كونتريبيسيون تاعك تكمل في البروجي اوبن سورس تاعك تكبروا وتدير تجي واحد اخرين بدات نهار اخر تبني عليه ولا واحد اخر يبني عليه ولا يموت مشروع مفتوح للنشر الا اذا مات مجتمع قائم عليه عاصم شدي عن مشروع الفانوس اللي هو قاعد مطلعها والهي ومشروع الفانوس من امثله المشاريع الجزائريه اوبن سورس نعتبره مثال تاع مشاريع جزائريه اوبن سورس اللي هو محرك بحث قراني متقدم ذكي ومتقدم يعني مش مجرد بحث قراني القاعدة السادسة أنه قبل ما نروح ما نكتبوا في الكود لازم نكونوا تاني خلوقين في الإيميلين ديس نكونوا متربيين مش غير وانت وانت وعلى درتي هذيك وعلى درتي هذيك ولا نطعن في, في في أشخاص على مستوى الشخصي لا إذا كان حنتناقش نتناقش في الكود في الكود التكنيك ولا في الـ في اللي باب ولا في حاجة ما نروحش نحل الأحواج شخصية القاعدة السابعة اللي هي وقت الديمو نورمالمون هي تعلم أدوات إدارة الشفرة البرمجية وفيرجن كنترول سيستم وهذا أمر لابد منه لكن حابين نكونتريبيو في البروجي أو بس وقت احنا بتاتا ما نسمعوش خلاص شكور فيرجن كنترول سيستم كي نبداو نخدمو ديريكت في الكود ما نحوسوش نجيريو هذا الكود هذايا ثاني الفيرجن كنترول سيستم تخليك اذا فسدت المشروع كي تقدر ترجع له كما كان البارح والبارح اللي فات وهي رايحه من اهم ادوات الفيرجن كنترول سيستم هو جيت نظرا لكفاءته والاشاره للاسم دروما حنشوفو جيت والفيرجن كنترول سيستم parmi الطرق باش نكونتريبيو في الاوبن سورس هي انك تكري ان بروجي اوبن سورس في حد ذاتك انت بعد تبدا ان بروجي اوبن سورس وانا حسب ما لاحظت في اللي هاكاثون في اللي ستارت اب ويكاند في قداش من ايفينمون تلقى ان جروب مع بعضها ما يعرفش يخدم في بروجي وهم في طابله واحده تلقى احنا كديزالجيريان ولا كعرب نديرو ان بروجي مي ما نعرفوش نبارطاجيوه ولا نعرفو نجيبو دي كونتريبيتور ليه على المستوى الشخصي تبدا ان بروجي وصلت الاني طام مليح ما تحبش تفز البروجي هذا تولي دير كوبي كولي اسمع هذايا هذا فزت ونسميه فازت هذا نعطيه اندات هذا يمشي بيان نعطيه طب نقدر نرجع له بعد هذاك نعطيه اسم ملخر خالد واحد اسمه خالد كونتريبيا في معايا في البروجي هذاك ندير اسمين نسميه خالد ما توش با مع لاست او بعدين كان نرجع البروجي بعد سمانه بعد شهر نخسر البروجي هذا ما عليهش حتى من نحبس وين نرجع وين الاخر اللي لازم نرجع عليه دونك جبر وانا هي عدت عليكم كل التجربة هذه صح ولا لا؟ دونك كيفاش نقدر نخدم على لي كيسيون هنا كيفاش نقدر نخدم مع البروجي تاعي باطمئنان كيفاش نقدر نشارك الشفرة البرمجية تاعي مع واحد اخرين كيفاش نعرف لي شونجمون اللي دارهم صحيبي اللي دارهم زميلي
واش من لين يبدل واش من فيشي يبدل كيفاش هذوك لي شونجمون اللي دار ندمجهم في البروجي تاعي برينسيبال كيفاش نقدر نرجع للمشروع الحالة كان عليها قبل وكيفاش نقدر نطور ميزة جديدة بلا ما نفسد المشروع الحالي. حوايج اللي شفتها في الهاكاثون في الستارت اب ويكاند وفي المنتديات وفي العرب اون جينيرال هما يطلعوا البروجي تاعهم في دروب بوكس في يديروا ان اد هوك ولا يطلعوا في دي سيرفر كيما رابيد شير وميديا فاير ولا فيسبوك تلقاه قاعد في طابله واحده مع بعضهم ما عندهمش ما لقاوش فلاش ديسك ما عندهمش ديسك دير اسمع بعث لي الواحد في الفيسبوك من بعد يجي نوتيفيكاسيون فيسبوك اسمع نشوف واش كاين جيدا ويروح يغبر خلا وينسى حتى واش كاين قاعد يحكي الحل نرجع للفيرجن كنترول سيستم اللي هو قلنا هي احد الادوات المهمه جدا اذا كان حابين نكونتريبيو في الاوبن سورس الفيرجن كنترول سيستم هي الفي سي اس هي اختصار تاع الفيرجن كنترول سيستم ولا ادوات اداره النسخ البرمجيه ولا الشفره البرمجيه الفيرجن كنترول سيستم واش تخليك عندك ان بروجي ولا عندك ان فيشي قاعد تخدم عليه الفيشي هذاك في ليطا انيسياتيف عنده اون فيرسيون 1 بي انت خدمتي عليه زدتي درتي دي شونجمون توصل ان ليطا دير ان كوميت تاع يقول لي اون فيرسيون 2 يوصل ان ليطا تقول له بلي يقولوا اني شرط ان ليطا اون ليطا على الفيرسيون اللي فات هو يقلبها فيرسيون 2 زيد دير لي شونجمون دير فيرسيون 3 هو يخبي الحوايج هذو الكل في جور اون باز دوني خاصه بيه هذه فيرسيون كنترول سيستم اون جينيرال لا باز دوني تختلف من فيرجن كنترول سيستم واحد اخر نهار اخر كي تحب انت تكمل تخدم على البروجي تاعك دير تشيك اوت يعني جبد لي اخر التغيرات اللي كاينه في البروجي هذا هو اوتوماتيكمون يروح لا ديرنيير فيرسون تاع الفيشي هذا ويجبد لا ديرنيير فيرسون تاع الفيشي هذا باش تكمل على عمي في الاسم اذا كان نهار اخر فزت انت البروجي تاعك ولا الفيشي هذاك حاب ترجع كيما كان في لا فيرسون اللي قبل ترجع نورمال هو جيس كي بدل البوينتر يروح يجبد لك لافيرسون فيرسون 1 و اكسيتيرا الفيرجن كنترول سيستم اون جينيرال ما بين فيرسون وفيرسون يحسبوا دلتا دلتا هي واش هو التغيرات اللي حصلت بين لافيرسون اوريجينال ولا فيرسون الحالية يعني جيس واش كاين لا ديفيرونس بين لافيرسون اللي قبل والهالية هذه تخليك دير حوايج ياسر كيما دي ستاتيستيك على الكود دي ستاتيستيك على الكود تقدر تاني تعاون كي تحب تبوكي في لي بوغ تعرف باللي في دلتا 2 صرا ان بوغ دونك لو بوغ هذاك او غير في لي ديفيرونس لي كاين بين دلتا 1 و دلتا 2 من دلتا 1 لا ترونسيسيون من دلتا 1 لدلتا 2 صرا ان بوغ دونك او محصور تم لو بوغ نشوف واش هو لي شونجمون لي درتهم لي خلاو الباك هذاك يسرع بارمي الفيرجن كنترول سيستمز المعروفين ياسر هو جيت دونك فيرجن كنترول سيستم ماشي ان اوتي في حد ذاته سي ان كونسيبت و كاين ياسر لي زوتي تاع لو كونسيبت هذا بارمي لي زوتي لي كاينين هو جيت كاين ميركوريو كاين اس في ان اس في ان كاين بازار كاين ياسر دي فيرجن كنترول سيستمز بصح اكثرهم انتشارا واكثرهم كفاءة هو جيت جيت انتشر ياسر في الاونه الاخيره ونشوفوا عليها جيت انتشر واصلا وش هو جيت عباره عن فيرجن كنترول سيستم متطور واستفاد من اخطاء سابقين ما الشيء اللي يميز جيت هو انه سريع جدا وغير مركزي نون سنتراليزي فروع متوازية دي برو دي برو دي برونش اون باراليل حر ومجاني ويصلح المشاريع الصغيرة والكبيرة ولا يحتاج اتصال بالانترنت كيما اس بي ان وثاني يخدم فلسفة يونيكس يعني عنده دي كومون تاعو يشبهوا لي كومون تاع يونيكس دونك اللي موالفو يخدموا بيونيكس ولا حاجة راح يلقاوه سهل
جيت ما نقدروش نخدمو بها غير في الكود، نقدروا تاني نخدمو بها في حاجه واحده اخرى كيما لا دوكيومونطاسيون. لكن كنت تخدم في بروجي في ميموار تاعك ولا في الميموار تاعك، تخدم باغ اكزومبل بلاتيك، راح يعاونك ياسر باش تجيري لي دوكيومون تاعك. تاني يستعملوا في كمصمم ولا كارشيتيك، قادرين يستعملوا كيت باش يديروا الفيرجن كنترولز تاع لي فيشي اللي يخدموا بيه. دونك هو نظريا يصلح لاي نوع من الملفات ولا مجموعه ملفات كل كسوال ليكسونسون تاع الملف هذاك. مي جينيرالمون يفيديو انو يديروا فيرجنينغ تاع لي فيشي بينار، خاطر لي فيشي بينار كبار ياسر وما يقدرش يدير بيناتهم دلتا. وميو تجيري ليه لي فيشي تاكس، خاطر لي فيشي تاكس راح يعاونك ياسر يعرفوش لي لين لي زدتها ولي لين لي ناقصتها. ديمو تايم مالوريزمون معندي ما شافيش لاماشين تاعي، حبيت نعتلكم جيت كيفاش نقدرو نديرو ان بروجي في جيت، كيفاش نديرو اون برونش، كيفاش نقدرو نرجعو لورا. مي محبش نمشي للميكرو تاعي، لازم الميكرو تاعي مع حتى تاعك ما مشاش. حبيت نهايلايت شوية مشاريع جزائرية أو أوبن سورس. زاديتس هو Algerian Index of Reusable Assets and Libraries، يعني مشروع كومينوتير أوبن سورس، عبارة عن سيت ويب ولا إن بلاتفورم. أنا لاحظت في ديفلوبر ألجيريان ولا في الجزائر عندنا مشاكل ياسر كي نجيو نديفلوبيو دي زابليكاسيون سواء موبيل ولا ويب ولا حاجة. باغ إكزومبل أنا ديفلوبر راح ندير إن أبليكاسيون موبيل، ديما نحتاج لفيشي إكس إم إل تاع لي ولاية كل، ونروح نفركت عليه منايا في جوجل واحد، دونك نضيع وقت. ديما نحتاج لوغو تاع مقام شهير تاع الجزائر، ديما نحتاج لوغو تاع نجمة تاع وليد، وديما نحتاج دي دوني واللي ساهلين ويعطلوني سواء اني ما نلقاهمش نروح نكري لي انا اللي دوني هذوك وحدي، والا نروح نفركت عليهم في جوجل ويدي مني وقت. دونك انا ضدت علاش لي ديفلوبر ما يحطوش في ندير اون بلاتفورم، ولي ديفلوبر يقدروا يبارطاجيو لي ريسورس ريوتيليزابل هذيا يحطوها في بلاصه واحده بحيث نهار اخر يقدروا يرجعوا لها. هذا هو ديزاديت. كاين ثاني ار اس بي اللي هو مشروع تاع طه زمروكي، النطق الالي للغه العربيه، يعني عندك تاكس عربيه تنطق به، تخلي البروجي هذا يخلي كانك ينطق بالتاكس هذاك، يعطيك له صوت. كاين مشكال اللي هو التشكيل الالي تاع النص العربي، مشروع مفتوح للمصدر ثاني تاع طه زمروكي. وهذه هذا مشكل اكزومبل مليح تاع كيفاش الاوبن سورس يقدر يكمل ويقدر يمنعنا باش نحققوا اكتفاء ذاتي. مشكل كانت كاينه، كانت شحال جوجل كانت مدايره جوجل تشكيل، كان عند خدمه تاع جوجل تشكيل بدات تشافت كلمة ما ترجعش عليها صور وحاله ولات قفلت. فهمت؟ باغ كونتر جوجل تشكيل هذاك حقق تقدم كبير، كان مليح ياسر الخدمه تاعو. دونك طاز الروقي ولا دار مشكل باش يدير اون سوليسيون التيرناتيف غراتويت ماهيش في يد في اي شركه، وفيدنا حنا كوميونيتي باش نقدروا نكونتريبيو ونميليوريو هذا البروجي. كاين ثاني قطر تصنيف الافعال اللغه العربيه كيف تابع طاز الروقي. هذوما عينه صغيره تاع مشاريع جزائريه مفتوحه بالمصدر. كاين على بالي بلي كاين مشاريع واحده اخرى جزائريه ولو قليله رابور واحد، مي كاين امل تلقاها في جيت هاب ولا في ديزل ديبس يحطوا ثاني المشاريع او اوبن سورس. ندعوكم انكم تروحوا تطلعوا عليها وتروحوا تكونتريبيو. اذا كان كاين دي كيستيون قولوا. كاين كوميونيتي الجيريان كي بارتيسيب في الاوبن اوفيس نعرف واحد برك كي كونتريبي في الاوبن ليبر اوفيس، هو قاعد يعاود في ليزيكون تاع ليبر اوفيس يقلبها ديزيكون ليكتوريال.
تاع الملبون تاع السعوديه تاع السعوديه كاين يونيكيب سبيس جارد تخدم في الليبر اوفيس من جامعه الملك فهد. هما عندهم يونيكيب سبيس جارد كونتريبي في الليبر اوفيس سيرتو من ناحيه اللغه العربيه يعني البروبليم تاع رايت تو ليفت ار تي ال. هنا في الجزائر ما نعرف حتى واحد ابارتا هاز الروقي ثاني عنده اضافه تاع تشكيل الليبر اوفيس ودار اضافه تاع واحد اخرى تاع ليبر اوفيس نسيتو شي هي. هاو لو سي تي او بارادي زيت بوان كوم. كيسيون كجهة رسمية ولا كجهة بين مجموعة بينها ما كانش حسب يعني كاين غير كيما جهة يوزر جروب وجافا يوزر جروب وهذه يوزر جروب تاع سيرتان تكنولوجي يعني مي في الاوبن سورس اون جينيرال ما كانش كاين ثاني اوبن مايندز كلوب مش هو معانا هنا هذا ثاني اوبن مايندز كلوب قاعدين نديروا في المجهود نتاعنا عندنا ستانزبورغ كاين ها مليح زيد لي كيس كما شفت فاتو سي بون هو عن أهمية المصادر برامج من تحت المصدر من الأوبن سورس لا ذكرت كوتي بروغراموس هي وكم مؤسسة ولا وش هي يعني انا هضرت على المستوى الشخصي ولا الافراد اكثر من الشركه. اولا لاني انا ماشي من حتى الشركه ومشني شركه باش نهضر على الشركات خاطر هضرت على بالانطلاق من تجربتي الشخصيه يعني ولا من مشاهدات شخصيه دونك مانيش ما خدتش تجربه تاع شركه باش اللي تخدم في الاوبن سورس بدل اللي كان قبلي هو كان عنده اكسبيرينس في الشركه مي انا نشوف انه الشركات مهم لها ياسر من دوك الاوبن سورس كاين اقبال من شركات كاين حتى شركات في بعضها تلقاها جوجل ومايكروسوفت ابل في بعضهم ما يتيليزيوش التكنولوجي تاع بعضها كل واحد تحاول دير استقلال ذاتي ودرك واش ولاو يديروا كاين دي زينيسياتيف تاعي سيرتو مع ابريل لو بوك تاع هارت بلاد تاع اوبن اس اس هذا كان سمعتو به كاين توجه كبير تاع شركات لانه يروحوا يديروا فاندينغ تاع يدعموا لي بروجي اوبن سورس دركا اوبن اس اس ال شركات كل ظهر لها مليح حبت تساعد تتعاونهم دركا غير ما تصراش لو بلوك كيما هذاك ما يتعاودش مره اخرى خاطر وعلي قبل ما كانوش حتى عندهم بيه يعني عام هو لو بلوك اكزيست دعام لا والشركات ما كانتش حتى كلهم يتيليزيو اوبن اس اس ال بصح واحد ما خمم يقول كاسنا نروح ندير دونيت ولا ندير حاجه وعليه هذا الشركات قاعد تربح منه بالف الملاير ما مش قاعدين يرجعوا كي صرا لو بوك عرفوا الاهميه تاعو وصرا وعي في الشركات الكبيره في جوجل جيت هاب تويتر يعني الشركات اللي تضرب كل من هارت بلاد راح كل قال نديروا جهه رسميه ولا نديروا نخصوا ميزانيه نعودوا هذو لي بروجي اوبن سورس خاصه المهمه منها نعطيوها طرف دونك انا نشوف نحاولوا نستفادوا من التجربه هذه احنا كجزائريين ولا كشركات جزائريه نحاولوا نستقلوا بدال يعني ما نحاول مش لي انا شركه نروح نعتمد على شركه واحده اخرى الشركه هذيك نبقى ليا متعرف بالسيبور تكنيك تاعها كل عام حتى لو باش نبقى متعرف بالسيبور تكنيك عام عامين يعني قادر هذاك صح سيبور تكنيك كما قال السيد بغيرة يكون لو كو تاعو اقل من لو كو تاع ميغراسيون هذه شورت تيرم مي ا لون تيرم
الوغ تاعهم حتى واش نبقى متعلقين بهم. دونك هنا انا نشوف خاصة احنا العالم تاعنا لازم نستغلوا هذه الكنز اللي في يد تاع الاوبن سورس ونبنيو عليه ونحاولوا نصرفوا عليه. مش غير نبنيو عليه، نحاولوا نصرفوا عليه، نحاولوا ننفستيو فيه، خاطر راح الربح تاعو راح يكون مليح لينا على المستوى على المدى البعيد. بالذات على المدى القريب يعني مش مهم على البعيد راح ترجع لينا احنا بالفعل. باش نكونوا منتجين اكثر من باش نكونوا منتجين وباش نحققوا استقلال ذاتي. خاطر إذا كان دركا هذه بوك تاع هارت بليد، شوف بوك تاع هارت بليد سي تان بوك كريتيك، مي واش دار؟ عندك ان سيت ويب اسمه هارت بليد، لا ترونسبارونس على الاوبن سورس، داروا ان سيت ويب ديدي باش يوعيوا الناس بالخطورة تاع البوك هذه، داروا في كتبوا عليه في لي ميديا، شرحوا عليه، وقبل ما يبليو عليه، ديجا كوريكتيف او بيبليي عليه. دونك كاين كوريكتيف. باغ كونتر الاخرين تلقى ديفاي زيرو داي يعدي عليهم 100 داي وبصح ما يتكوريجاوش، لازم تستنى السيكور تكنيك تاعها حتى يجير حتى يهبط لك الابديت هذاك. هذه شكرا.